أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد حديث ما معناه بأن من اجتمع فيه أربعة أشياء دخل الجنة، وهذه الأشياء هي الصوم وتشييع الجنازة والصدقة وعيادة المريض، فإذا علم المرء بأن هناك جنازة ستشيع في اليوم التالي، هل يجوز أن ينوي صيام ذلك اليوم لتجتمع له هذه الأشياء الأربعة؟ وهل يشترط في تشيع الجنازة أن يشيعها من بيته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الأربعة ورد أنها ما اجتمعت في شخص إلا دخل الجنة، الأربع الخصال، كما جاء ذلك في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد منكم اليوم جنازة أمن أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم بصدقة لهذا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صلى منكم على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في مؤمن إلا دخل الجنة. هذا من باب الحف منه صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الطيبة، لأنها كلها طاعات وقربات إلى الله عز وجل، وإذا قام بها المسلم دل على رغبته في الخير وإكثاره من الحسنات، لكن هذا إذا كان له عادة أنه يصوم، أما إذا أنه يصوم من أجل الجنازة فهذا غير مشروع. إذا كان هو من عادته يصوم ولكنه صام من أجل الجنازة هذا غير مشروع، الجنازة ليس لها صيام خاص. نعم.